في معركة القادسية واجه جيش المسلمين عدوا هائلا، فطلب قائدهم سعد بن أبي وقاص مددا من الخليفة عمر بن الخطاب، فأرسل له عمر رجلين فقط، هما عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد. ومع بداية المعركة ألقى عمرو بنفسه بين صفوف الفرس يضرب يمينا ويسارا، فلما رآه المسلمون هجموا خلفه يحصدون رؤوس الفرس. وقف عمرو وسط الجند يشجعهم على القتال قائلا: كونوا أسودا أشد، فإن الفارس إذا ألقى رمحه يأس. أصيب عمرو بنبل من أحد قواد الفرس لكنه لم يبال، فهاجم القائد وقتله، ثم رفعه للمسلمين قائلا: اصنعوا هكذا. وظل يقاتل حتى انتصر المسلمون. وفي معركة نهاوند واجه المسلمون صعوبة في فتح المدينة، فأرسل عمرو بن الخطاب إلى قائد الجيش النعمان بن مقرن يطلب منه استشارة عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد في خطة المعركة. قاتلوا عمرو في نهاوند بشجاعة فائقة،